السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن تعليقات وانتقادات برلمان شعيب أو برلمان الشعب. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نتناقش ونحكي بالقضايا اللي تم طرحها بالبرلمان ونقيمها إن شاء الله، ونشوف طبعا بعض التعليقات ونحكي شوي عن ردود الأفعال. وفي شغلات هيك اليوم بدنا نجلد كم شخصية موجودة، وبهي الحلقة إن شاء الله راح نتناول القضايا المطروحة في البرلمان إن شاء الله ونحكي عنها، القضايا الثلاثة اللي تم طرحها من قبل الأعضاء الثلاثة في البرلمان، وبالإضافة راح نحكي شوي عن ردود الأفعال الشخصيات وحركاتهم وشوية تفسيرات صارت لنا حسب الفيديو، يعني حسب الجلسة ما كنا شفناها وحسب اللقطات اللي تم عرضها على الفيديو، في بعض اللقطات لازم نفسرها ونفهمها أكثر ونشوف في ناس وقعت بمآزق وفي ناس عندها اهتمام جدا كبير وظاهر ظاهر 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 يعني اهتمام ومن ثم الحب يعني أو إعجاب بهالمعنى بهذا المبدأ. وطبعا قبل ما نخلص وقبل ما نحكي بالشخصيات الثلاثة الموجودة في هاي القضية أو حلقة اليوم اللي كانوا طارحين قضاياهم، في عنا الشخصية الدرامية اللي هي آلاء حمدان. الشخصية يعني راح تكون حلقاتنا كلها مستقبلا عليها، ما شاء الله شخصية ازدواجية متناقضة مع نفسها مع ذاتها مع كل إشي في حياتها. أول شيء راح نحكي عليها ونشوف شو حكيت وشو علقيت خلال ما انتهت الحلقة الماضية خلال هذا الأسبوع اللي صار معها عدة مشاكل، رح نحكي عنها كلياتها إن شاء الله. وهلأ نبلش بالفيديو. طبعا بداية أول شيء قبل ما بعد ما حكيت نزلت لكم الحلقة الماضية، بعد ما نزل بيان من عند شعيب، طبعا انا متابعه على الانستغرام. طبعا اول شيء نزل بيان اعتراض على المذكور الاسماء هم ادناهم اللي كتبهم النواب على آلاء، لانه هي وعدت انه راح تسوي شان القضيه وبعدين حولت هذا الموضوع انه اساس كان راح تتم منصم لحتى تناقش القضايا، وبعدين تم تحويلها من 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 من, من منصه انه تم شرحها بالفيديو او تتم مناقشتها بالفيديو الى منصه ثانيه لحتى تقدم استشارات للناس. وطبعا كان الاعتراض اللي عم يحكوا عليه خلال الحلقه هاي وهو جدا مهم لازم نركز عليه، لان ظهرت بهذا الفيديو او ظهرت بهذا التعليق او بهذا المنشور انه هي ازدواجيه جدا كبير وما عندها ايمان ذاتا بقضيتها اللي هي جايه عم تقدمها. بدايه طبعا هي هون بالبيان مكتوب انه هي بس انشات صفحتين على الفيسبوك وعلى الانستغرام على تويتر انه بتحكي فيها استشارات وسمتها جوار، وكان الاعتراض انه ليش انت ما سويتي انشاء موقع الكتروني. وتم بعدين المهم بعدين رد نزل شعيب بوست ثاني كتب فيه انه المصروف اللي بياخذوه، طبعا هون انا حس يعني انا بتابعه فورا يعني اول مره قريتها ما شفت الاعتراض، بعدين شفت الاعتراض بعد شوي نزل الاعتراض. الاعتراض بحسه انه هو نزل مثل صوره تجميليه للبرلمان شعيب، لان حتى نزلوها هن بصفحتهم بالبرلمان شعب، نزلت صوره انه كتبوا انه نحن المصاري بنمنحها للاشخاص هي لقاء تعبهم ليست مباشرا ليكون الهدف المشروع، اذا هو حب مآمن بقضيته ومآمن بافكاره ممكن يدعم مشروعه، ما هو مآمن هذا شيء بخصه نحن ما دخلنا، هذا الكلمه هنالك نحن المصاري اللي اعطيناها اياها هي ما يعادل اتعابهم كل ما هنالك بس، ولكن من الواضح انه شعيب ما له مقتنع بهذا الحكي، او جوز هو اساسا مو هالحكي هذا بس حبوا انه يصبروا مثل ما يقول بيظبطوا صوره البرلمان شعيب او شعب بالبداية حتى ما تسوى أمام المستثمرين بيشتغل يعني مشان كتير أمور ممكن عدلوا هذه القضية بس، ولكن هو بالأساس في قضية لأنه بعدين بعد ما حكوا هذا الحكي كلياته. طبعا آلاء لما نزلت البيان أو نزلت بيان أنه هي عم بترد على شعيب، طبعا مثل ما قلت لكم أنه كتبوا أنه هي لقاء أجور فقط لا أكثر ولا أقل، ولكن بآلاء كاتبة أنه هي وقعت عقود وكانت هي العقود تنص انه يتم دعم المشروع بشكل كامل من قبل او مدعوم بشكل مالي، المهم بهالتفاصيل هي كلها بس، ولكن كل هذا مو مهم. في نقطة مهمة جدا اللي هي كذبت فيها آلاء، انه قالت انه طالب النافع اعتذر لها وقالها انا بعتذر وانا مالي خبر بالبيان ولا لي اي خبر بهالموضوع هذا، وبنفس الوقت هي اخذت انه ست نواب خلص صوتوا يعني انذكروا بالبيان، معناته في ست ساكتين ليش ساكتين، فكمان اخذت هي الموضوع في يعني انه اخذت انه في ست ساكتين ليش، معناته في غلط بالموضوع هي بوجهه نظرها هي شايفته، يعني ما دام اشتكوا واحد معناته في مشكله مو لتستنوا لسته. المهم بعدين قالت انه بعد ما كتبت انه طالب النافع انه هو اعتذر منها، بعدين رد طالب النافع رد لها وكتب انا لم اعتذر منك وانا اساسا ضد انا موقع وانا معترف هذا الحكي، واجى حاول يحكي معها بس ولكن حطت له بلوك وحظرته ونفذته الى ما بعدها. طبعا هي هون بلشت تتمسخر او تحكي على فكره حكتها انه هي ما استنى اقرا لكم اياها السطر بالضبط ايش كاتبه، شوفوا شو قالت. قالت كان يمكنني اطلاق موقع ووردبريس ب $50
ذرا للرماد في العيون، وكان يبدو وكأنه الموقع الرسمي للحملة. لكن هذا تسطيح شديد للمشروع الذي ذكرته في الحلقة، إنه بحاجة لفريق عمل ليس بسيطا، وهناك مبرمجين ومحامين ومستشارين قانونيين وخبراء في الأمن والحماية والسرية المعلومات وغيرها. الأمر أكبر من مجرد موقع لرفع فيديوهات، نحن نتحدث عن قضية حساسة. طبعا هي حكت الحكاية. أول شيء يا آلام، بداية حتى أنا بحكي معك من خبرة مبرمج، ما كبيرة جدا بس عندي خبرة مبرمج، أنت موقعك راح يكون عبارة عن مدونة ووردبريس. أنت اللي عم تتمسخري إنه هو موقع ووردبريس. ووردبريس هي لوحة تحكم، يعني مثل تقولي هي الفريم أو هي الواجهة لحتى الشخص يدخل يكتب مقال بكل سهولة. أي شخص بده يكتب تعليق، بده يكتب أي شيء، مثلا بدي أنا مثلا أنشر شغلي، أو أنا بدي أجي أدخل أشارك معكم عن طريق ووردبريس، يكون جدا جيد وجدا مناسب للكل لسهولة التوصيل، وبالإضافة للإضافات. والإضافة كمان للأهم شيء هو الأمان. ووردبريس يعتبر من أهم أكثر المواقع آمنة، أو أكثر اللوحات التحكم آمنة. ممكن تشتري لوحة تحكم وتعمل اللي بدك إياه وتسوي، أو تروح تعملي على رافل أو على وين ما بدك. بس ولكن هذا حكي فاضي، لأن أنت أساسا عم تعمل مدونة، والمدونة بدها ووردبريس، وأفضل شيء ووردبريس بشان اللغات وبشان الترجمة، بشان كتير مشاكل. أساسا ووردبريس، أساسا المواقع اللي بتشتغل على ووردبريس تطلع تقريبا 500,000 موقع. وبالإضافة موقع العربية ذات نفسه، العربية وضخامته، وهي شركة إعلامية جدا كبيرة بتعتمد على ووردبريس. أنت مصغرة الموضوع ليش مش عارف، ومفكر حالك أنه هي أنه أنت عارفاني أكثر. وبعدين على منطقة حديثك وعلى طريقة كلامك، أنه أنت بدك شيء مثل ما يكون شيء بروفيشنال، بدك أنت لوحة التحكم تبنيها، وأنت بدك الموقع وواجهة الموقع. أنت عم تحكي بيانات على مبرمجين رح يشتغلوا، من 4 لـ5 مبرمجين بدهم يشتغلوا لمدة 6 شهور حتى يجهزوا لك هذا الحكي اللي أنت بدك إياه، واللي هو يعني غير منطقي. يعني أنت عم بتشدي، هي أولا. ثانيا أنت عم بتحسبي شدرات واتب المبرمجين رح يشتغلوا حتى يسووا لك هيك بس موقع؟ إيش هو موقع؟ متجر إلكتروني ولا شغلة كبيرة على ستينز على شيء عالمي؟ كل ما هنالك هو موقع لرفع الفيديوهات، هي ثانيا. ثالثا بأنك أنت عم تاخدي شغلة بروفيشنال، وبدك شيء دائما يكون مثل ما يقول مأستك ومسنطر على الديزم على حكيك. معناته أنت كمان بكرة لما بدك تاخدي استضافة، ما رح تبدي باستضافة ولا رح تبدي بسيرفرات، رح تحاولي أنك تبني سيرفر خاص لك، وهذا كمان تكلفته جدا كبيرة وجدا ضخمة. يعني ما بعرف، أنت عم بتقولي ما بدك تحط الرمز بالعيون، خلاص أنت أقل شيء، أنت أقل شيء أقل شيء أقل شيء فرجي أنك مصداقية في كلامك. احجز الدومين وفرجينا أنه فعلا صار عندك اسم، صار في عندك اسم موجود، هوية إلكترونية، انت دومين لحد الآن ما حطيتي. هذا الشيء بيدل على شيء واحد بس، لأنه انت ما عندك إيمان بقضيتك، فما اشتغلت عليها ولا عملتي أصغر الأمور، ويعني مثل ما نقول الحروف البسيطة للمشروع تبعك اللي كنت بدك تشتغل عليه. حتى انك انت بتقولي $50، حتى $10 ما استخسرتيها تحطيها بموقعك حتى تحجزي فيها الدومين. هي النمبر 1. وخلصنا من هيك من موضوع آلاء وحكينا عنه كلياته، واتوقع رح يكون انها مستقبلا رح يكون انها مواضيع كتير نحكي عنها ومشاكلها كتير، وطولة الحلقة وصل يعني ايش قد عم بحكي عنها. وبعتذر عن هذا الموضوع، هذا جزء جدا كبير عن آلاء، لانه آلاء شخصية ازدواجية وفي لها مشاكل كتير عملتها بالبرلمان، ونتمنى لو كان انه المشروع كان لايف وليس تسجيل، لحتى نقدر نقرر الناس تاخد قرار تصوت لأسقاط عضوية آلاء من البرلمان، لأني سوت مشاكل خلال الحلقة هاي. شوفوا على الإزدواجية كمان، هي كانت بتدافع عن قضية حقوق المرأة والتحرش، وأنه مشروع فاشل، وهو أساسا مطبق في كثير أماكن وفشل، وبنفس الوقت هي ذات نفسها ما يؤمن بقضيتهم. ولا خلينا نبلش بالحلقة. طبعا قضية فرح شبال بالمختصر هي كانت أنه تحكي عن تطوير التعليم ومساعدته. هي حسب ما حكت انه هي كانت مرت في فترة انه راحت على منطقة نائية ما فيها جيز ما فيها تعليم، وكانت رغبتها انه تطور التعليم وتوصل هاي المناطق. وهن مشروعين منفصلين مثل ما قال شعيب، بس ولكن هي قالت لا، هي قالت هذا ضمن هذا، المهم انبه الحديث هذا. بس رح احكي معلومة واحدة لاي حد عم بحاول يطور التعليم او عنده افكار لانه يطور التعليم. اللي اول شخص حاط مثل ما يقول حجر، اللي قال انا
راح اساعد التعليم بدفشه بجد شكل جدا كبير، اللي هو ستيفن جوبز. ستيفن جوبز قام بطرح حملة وحدة لتوزيع تابلتات للناس او للاطفال في مدارس معينة، وكان حملة يمكن اتوقع 100,000 او مليون، ماني متذكر الرقم بالضبط. وكان هاي هدف من الحملة انه هو يصل تابلتات لكل الاشخاص، لانه مجرد ما انه الشخص او الطفل وصل له التابلت فانت تقريبا وصلتي له 70% من التعليم. ليش؟ لانه انت لو انت عم تحكي عن تطوير التعليم بعدين حتغطي هاي المناطق طبعا ممكن هالشخص يحكي لي انه هلا ممكن شخص يحكي لي انه طيب انت عم تحكي هالحكي هذا اليوم، بدنا نحط تكلفه انتاج تابلتات مثلا ل 100,000 طفل، فنحن عم نحكي تقريبا بمليون دولار، تمام؟ فانت هي عم تحكي عن تطوير التعليم وتغطيه المناطق النائيه. تطوير التعليم لحتى يتم تطويره بيحتاج لشغل جدا كبير، هي اولا. ثانيا، بعد ما تم تطوير المنهاج وصار في عندنا منهاج جدا ممتاز، مين رح يقدر يوصله؟ مو لازم يكون في عندنا كوادر وفي عندنا عدات حتى نقدر نوصله. ثالثا، انت في عندك المناطق النائية لا في عندك مدارس ولا عندك بنية تحتية حتى تساعد هذا الاشي. انا اللي بشوفه افضل خطوة انك تمشي فيها وتحاولي بانك جزء من تمشي مشروعك، ما بعرف شو هو التفاصيل توصلتي فيه، برأيي انك تحاولي الان بتجهزي فئة من المدرسين يجهزوا منهاج كويس جميل جدا. بتحاولي انت بتشوفي يعني في مناهج جدا جميلة وجدا ممتازة ومطورة ومن افخم ما يكون، وفي كتير اشياء موجودة حاول انك تسوي، بتسوي المنصة الالكترونية وبتسويها تعليم مجاني واي شخص بيدخل بيتعلم. وبنفس الوقت انت بتقومي بحملة بتوزيع تابلتات او بهالمناطق النائية، بتحسب مثلا في عندك 1000-2000 شخص بدهم تابلتات، وبروح تروحي بتغطيهم. وانا برأيي واتوقع انه هذا المشروع راح ينجح بشكل جدا كبير. وهلا بنروح لقضية أرقسون اسمها ما أصحابه. قضية أرقسون بالبرلمان شعب عم يتم طرح ومناقشة قضايا الوطن العربي، ما عم يتم طرح ومناقشة قضية فئة معينة في دولة معينة. هي نقطة جدا مهمة لأرقسون. فبرأيي الدولة السعودية السبب هي فيها الدولة كدولة، ليش في عندها تأخير في التعليم؟ حتى أنا بس سمعت إنه في ناس في أولاد المملكة اللي عندهم معدلات ضعيفة ما بيقدروا يدرسوا بيسافروا لبرا. ليش؟ لأن السبب لأن كان الحاكم اللي قبل الملك سلمان كان بيعتمد على سياسة ثانية لأولاد بلده، كان بيشوف التعليم برا السعودية قد ما كان تطم تطويره ما رح يوصل للمراحل اللي هي المتطورة، وكان يسعى دائما إنه يخلي الأولاد البلد وبيروحوا بيسافروا لبرا يتعلموا برا، وتدول الحكومة تدعمهم بكافة الوسائل وكافة الطرق لأي شخص بده يتعلم حتى يشوف فعلا مصداقيته وجديته بالتعليم. فكانت هي تركيز الدولة بشكل أساسي، فلذلك المنهاج التعليمي أو البنية التعليمية للجامعات في المملكة ضعيفة لهذا السبب أنا بوجهة نظري. وبعدين في عندك أنت الدول العربية كلياتها موجودة قاطبة مفتوحة وتستقبل من كل الجنسيات ومن كل الفئات ومن كل الناس. بحس المشروع جدا ضعيف وما له أمل حتى ينجح. يعني حتى لو طرحتي يعني أنت عم تحكي المشكلة في دولة، والدولة فيها أنه إذا بده واحد يجي يبني جامعة موضوع جدا صعب، وفي عندك إقامات وعندك دوخة. المهم، ولا بنصل لآخر شيء لقضية فيداب. فداء مشروعه من أفخم المشاريع بجد. في ناس سخفته وحكت عنه جدا سيء، وأنه هو مشروع فاشل ومو مطبق ومو ناجح أو فكرته فاشلة. أول شيء هذا الحكي كله طبعا طلع من آلاء. أنا اللي بشوفه آلاء اللي هي أخذت وقتها صوتين على ما أتوقع أو ثلاثة صوتين أخذت صوتين أو ثلاثة، ماني متذكر بالضبط تماما. الصوتين هاي اللي أخذتهم هي أتوقع من صوت فؤاد وصوتها بس، وصوت شخص ثالث على ما بعرف مين، بس المهم في عند ثلاث أصوات يمكن أو صوتين ما يتذكر بالضبط. فلذلك هي نقمت على كل الأعضاء، فلذلك رح تشوفوها بالحلقات القادمة، وهي على كلمة أنا عم بحكيها وأنتوا على ما والله على ما أقول شهيد من دون لا أعرف أي حدا. آلاء رح تفشل كل المشاريع وتعتبرها مشاريع فاشلة ومشاريع ما لها أي قيمة ومشاريع تافهة جدا. وبالمقابل مشروع فؤاد اللي جاي اللي ما عارفين أساسا ليش جاي ومشارك بالمشروع وما له عارفان ليش مشارك وداخل بالبرلمان وليش داخل، مو عارفان، بس المهم ركب الطيارة ولبس جاكيته وجا دخل بالبرلمان. هو راح تدعم مشروعه مع انه اشوفه هو افشل مشروع بين كل المشاريع بدون ما اسمع شيء القضية اللي بيطرحها ولا شيء النقاش اللي بدي احكي فيه، بس اكيد هو افشل مشروع واكيد هي راح تدعمه في قلبها بكل مالها، لانه هي طريقة تفشيلها للمشاريع وطريقة التعجيزية للمشاريع تبعتها مو طبيعية. هلا نناقش الموضوع اللي طرحه فؤاد وحكى فيه عن البرلمان وشلون رح يتم تقييمه. طبعا نحن في عندنا مجتمعنا العربي كله بشكل عام مجتمع ديكتاتوري او في الحكومات الدكتاتورية، بس في نقطة جدا مهمة، الحكومات الدكتاتورية بتركز على ثلاث وزارات اساسية في كل حكومة،
أول شيء وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، هذول الثلاث وزارات يعتبروا أهم الوزارات اللي دائما بتكون هاي الثلاث وزارات هي بمقابض الحكم أو بالأسرة الحاكمة أو بالناس الحاكمة مع بعض، يعني تلاقيهم هيك هيك مسوين مع بعض ما بيتركوا بعض. برلمان فكرته لفؤاد إنه يقيم إنه يقيمهم، فكرة جدا جميلة وجدا مهمة. ليش؟ لأن في عندك أنت مثلا وزير السياحة، وزير الرياضة، وزير الشباب، وزير في عندك كتير وزارات مثلا ممكن الشخص انه يسعى لانه يكون موجود وتقييمه جدا عالي، ليلك بلكي انا اطمع لانه يكون على هذا الموقع تقييمي جدا عالي وعندهم مصداقية، الحكومة بتشوفني على اني شخص ايجابي وبتسلمني وزارة ثانية واشتغل فيها وابدع واترك رسالة لي واترك بصمة لي في تاريخ هاي الوزارة واصلح شوي من مشاكل الوطن العربي او مشاكل هاي البلد، لان وزير السياحة ما يطلع فيه شيء ولا وزير الثروة الحيوانية ولا وزير الزراعة، هذول وزراء عاديين ما راح يكون لهم اي اهمية، وبنفس الوقت رح يهتموا لهذا التقييم بشكل جدا كبير. وحتى في شغلة جدا كبيرة بيحكوها دائما، بيقولوا انه مثل قولة بشار الأسد انه بشار الأسد جدا كويس بس الحوالي وسخين، وقد يكون الوزير ما عنده فاضي وقت، وانه يعني الكبار بالعمر ما عندهم ادراك شنون مثلا بدي لك تسمع مشاكل الناس، هو بيعرف انه لازم يروح على المكان تشوف المشاكل. هلا صار في تطور في تكنولوجيا، صار ممكن هو بيدخل بيسمع فورا مجرد ما طلعت فضيحه وحكوا على وزير، وخصوصا يعني هلا الثوره السوريه وقت صارت بيحكوا فيها انه الشيء اللي خلى الثوره انه تصير لهالدرجه هي وصلنا فيها هو الاعلام، ولا كان بشار الاسد قضى على الثورة في أول في شهور الأولى وقتل الألاف والملايين وما حد دري فيهم لولا الفيسبوك والسوشيال ميديا بشكل عام. فالوزراء لا تفكروا أنه شايفين السوشيال ميديا هينة، حتى لو كان الوزير ذات نفسه هو مقتنع أنه أنا مثلا أنا الوزير الجزار الحرامي السارق كل الناس تحكي علي، بس ولكن بالنهاية بهمني صورة أولادي بالنسبة لي، ما بهمني صورة الناس شنو عم بتطلع عليه. إذا ابني صار رفقاته بيغيظوه لأنه أنا حرامي بيقولوا أنت أبوك الحرامي لأني مكتوب على الموقع الفلاني أبوك حرامي، فهو بده يجي يقول له لأبوي بيقول له لأبوي يا أبي أنت اليوم صورتي أنا قدام رفقاتي اسمي ابن الحرامي، ضبط حالتك. فورا الأب رح يهتم لصورته بشان أولاده مو بشان الشعب. فهي القضية جدا مهمة وأنا شفتها جدا جدا يعني لازم واحد يركز عليها. وهلا نجي لموضوع استدعاء يوسف حسين. طبعا أنا حسب ما شفت الحالات على الانستغرام والقصص اللي منشور على الانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي مواضيع جدا مهمة، وحكوا إنه كانت الحلقة جدا حامية من حكي الطرف طه حسين، فلذلك رح ننتظرها ورح نشوف. طبعا هنا لأن احنا لما شفنا بالتصويت وقال مين رح يستدعي، اللي صوت او اللي طلب انه هو يستدعي اللي هي فرح شباب وفؤاد وبنفس وصالح عمر الثلاثة، حسيت انه او مو حسيت، رح نحكي لكم لغة الجسد شو بيقول علم النفس بعد ما بلش التصويت وبلش طبعا كل شخص طرح افكاره وحكى شو هو اللي عنده. طبعا شوفوا لي هالصورة بالله عليكم، حسب علم النفس لك حسب وين ما كان وين ما بتروح لك أول سعينك يا المصور يا المنتج شو تجيب لنا صور بهاي الصورة. انت برأيك هاي عضوة برلمان باركة بتناقش قضايا مجتمعية ولا باركة قاضي قد ولا باركة تناقش قضايا الحياة والأسرة والمجتمع؟ من النظرة طبعا حسب تفسير علم النفس رح أقول لكم شو هي المضمون هاي الحركة هاي بالتمام. مضمون هاي الحركة هو الأعجب والاهتمام بالشخص المقابلي يعني إنه في عندي اهتمام جدا كبير لما رح يقوله ورح يطرحه. طبعا هون بعدين بعد ما تم الطرح على ما هو واضح إنه صالح عمر كان متورط برفع ايده وندم، هو كان الفكره منه انا حسيت يعني انه هو بس انه لانه رفعت فرح شبال ايدها فهو بده يرفع ايده بس بشان ياخذ منها بيقول لها انا يلي بدي اصوت انا اقوى منك، او بهالمعنى انه هو بده يبرس قوته عليها، لان حتى هو قال انا ما كان ودي ان استودعيه. المهم بس مو هون الفكره ولا هون الموضوع. طبعا حسب تفسير علم النفس لحركات صالح عمر هيك وهيك وهيك وهيك، المهم كلها المهم شرحها كلها باختصار يوضح انه هو الزلمة طرح او مثل ما يقول خاض نفسه او حط حاله في موقف لا هو بده اياه ولا كان متمني انه يكون فيه، وبلش يحسبها وبيدور على طريق الخروج من هذه الورطة، وكان في عنده اهتمام الموضوع انه ما يسود وجهه بس ولكن طلعت النتائج سلبية، ومن الواضح كانت فرح اشبال خلصت حتى هي وقت خلصت في لها لقطه منزلتها على حساب على الانستغرام بركه عم تشرب بالفنجان انه هي واثقه من نفسها قدرت تنتصر على صالح عمر،
والله يوفقكم، وان شاء الله بنشوفكم وبشوف اولادكم مستقبلا ان شاء الله. واخيرا نحن وصلنا للمرحله الاخيره من الحلقه، واللي هي التصويت من هو ضد مشروع فؤاد اللي حكينا لكم عليه. شو هي كانت فكره فؤاد؟ ضد مشروع فؤاد اللي هن اربع اعترضوا على المشروع هن اصحاب الحقوق والحريات. اربع اعضاء من لجنة الحقوق والحريات اعترضوا على مشروع التعبير عن الرأي والحرية. تخيلوا وين الازدواجية، وين وصلت لهي الاربع اعضاء. بغض النظر هن طبعا احدهم طلع وبرر انه ما كان ان احنا منا متفقين، قد يكون هم لم يكونوا متفقين بشكل مباشر، ولكن كان يوجد اعضاء تم التلميح لهذه المشاكل حتى يتم الايحاء للاشخاص الباقين انهم يصوتوا ضد المشروع. مثل لاعبين الخفة، بيجي بيقلك ثلاثة الكبة وبعدين يبلش يحكي لك، وبعدين بيقول لك شو هو الرقم اللي حطيته بكراسك، تقول له ثلاثة الكبة. هو أرسل لك رسالة خفية انه انت لازم تقول ثلاثة الكبة قبل مدة معينة. فأتوقع انه في شخص قدر بيلعب هذا العنصر وبيسيطر عليه وخلاهم حقوق الحريات بصوته كلهم ضد المشروع دون ادراك او انه دون معرفة او ما بعرف شلون انتم مشروع حقوق الحريات بتصوتوا ضد هيك مشروع. ما بعرف انا لو انه ضمن هاللجنة حتى انسحب منها كلها بعضها. طبعا وصلنا لهون لنهاية الحلقة لحتى نقيم مشروع فؤاد، وطبعا هلا في تحت صندوق الوصف رح تلاقوا رابط التصويت. فؤاد طبعا بعد ما حصد على 6 اصوات او 6 اصوات لا 6 7 8 بعد ما حصد على 8 اصوات مقابل 4 اصوات بالرفض، طبعا طرحوا الموضوع للشعب لحتى الناس تقيم هذا المشروع اذا كانت موافقه ولا لا. بالاضافه ممكن انتم تنزلوا بصندوق الوصف تروحوا انتم توافقوا للمشروع ولا لا، وانا بقيمه بالايجاب أن المشروع جدا ناجح ورح ينجح إن شاء الله، بس ولكن بيعرف كيف ينفذه صح. وبالتوفيق إن شاء الله، وأنا بعطيك لايك، وكل ما حدا بيشوف على الفيديو إن شاء الله بيروح يحطوا لك موافقة أو مع. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظرونا أسبوع الجاي يوم الخامس الساعة 6 بنزل لكم فيديو نحكي فيه عن القضية الثانية أو القضية الثالثة عفوا والحلقة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.